أيضا التحديات المرتبطة بالتأثير الطبي في العالم القروي والجبلي، التحديات المرتبطة بالموارد البشرية، بحيث في المغرب حاليا عندنا 1.51 مهني صحة لكل 1000 مواطن، بمعنى عندنا 3 مهنيين لكل 2000. لاخذين بعض المؤشرات دابا اللي مطروحه على المستوى العالمي في اطار تحديات الالفيه، العدد هو 4.45، بمعنى خصنا نضاعفوا العدد 3 مرات، وهذا تحدي كبير. واحد من نتائج ديال الاجتماع انه نفس المجهود اللي دار على مستوى قطاع التربيه الوطنيه، على مستوى الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين اللي اعطى اضخم عمليه توظيف على مستوى قطاع التربيه الوطنيه، غادي يمشيو في نفس الاتجاه على مستوى قطاع الصحه لمعالجه هذه الاشكاليه في اطار الشراكه مع الجامعات الترابيه، وبدات واحد التجربه اوليه اللي الان هي مشجعه باش ننتقلوا اكبر. ايضا الاشكاليه الماليه مع التنويه بالارتفاع اللي تسجل، انه في الخمس سنوات ارتفعت ميزانيه الصحه بحوالي 40%، انتقلنا من 10 مليار الى 14 مليار ديال درهم وزياده. والان تقرر برنامج انطلق ديال انه على مدى 5 سنوات تخصص مليار درهم لحل اشكاليه التجهيزات الصحيه على مستوى العالم القروي والجبلي. وايضا المشروع المتعلق بالسد الكبير على واد غيس، هذا السد كان مبرمج 2021-2024، جرى تقديمه ليكون في اطار هذه المرحله. والمشروع ديال السد كاين عندنا المشروع ديال المناره المتوسط فيه 6.5، المشروع ديال السد مشروع مضاف، هو المشروع هو البرنامج الفوارق المجاريه والبرنامج ديال الطرق، بحيث الحصيله الاجماليه 9.9 مليار درهم. هنا يمكن نشير لواحد جوج ديال المؤشرات، محطة ديال قلت 6.3 مليار درهم، أشغال الهندسة المدنية انطلقت في مارس 2017، أيضا محطة تحلية مياه البحر، الأشغال ستنطلق الأيام المقبلة، يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء الصالح للشرب 300 مليون درهم. يمكن القول أن هنالك الآن مسارين، المسار الأول مسار تنموي قائم أساسا على تسريع الوتيرة ديال إنجاز ديال المشاريع وتتبعها بزيارة ميدانية محلية، وضمن هذا المسار كل الحوار والإنصات بما يؤدي إلى تحيين المشاريع والبرامج المقررة. أخذنا الدعم ديال الصيد البحري، كانت إشكال الطرحات تم المعالجة ديالها، كانت اشكالات طرحت ايضا في الحوار تهم المجال ديال الاسكان، تم ايجاد حلول لها. تم طرح اشكال مرتبط بالنواه الجامعيه، تم الالتزام بادراجها. تم طرح اشكاليه هم بعض مقاطع الطرقيه الجديده، تم الالتزام بحلها. وهذا الشيء بالاضافه للمشاريع المقرره في البرنامج الحسيمه مناره المتوسط، او في برنامج محاربة الفوارق المجالية على مستوى العالم القروي، واللي فيه 1.7 مليار درهم تضاف ل 6.5، أو على مستوى بناء السد، أو على مستوى البرنامج طرق التكميل. فالحوار الحكومة لم تغلق باب الحوار، الحوار مفتوح ومنفتحة على الحوار، ولهذا هذه المبادرة المدنيه اللي قامت بهذه اللقاءات كما لاحظتم كانت عندنا استقبالات على مستوى السلطات الترابيه، ونوهت بعملها ان كل ما يمكننا من الوقوف على الاسباب، على الاشكالات الاجتماعيه والاقتصاديه وتعبئه الموارد قدر الامكان لمعالجتها ننخرط فيه. ونفس الامر على مستوى باقي مناطق المملكه، او على مستوى العلاقه مع النقابات والحوار الحوارات القطاعيه في افق الاعداد لحوار الشمال. فيما يتعلق بالطلبات، هي سيد وزير الصحه اخبر بانها موضوعه على مكتبه، يعني ما زالت في مرحله الطلبات 111 طلب. فيما يتعلق بال
لقاء مع المهنيين موزعين محروقات. هنا دعوا للتواصل مباشره مع القطاع الحكومي المعني لانه عنده برنامج كيشتغل فيه. كينجز دراسات، كان دار بحث، اعلن عن نتائج المعطيات الاوليه بعد دراستها. وهذا واحد العمل يرتبط باعمال يعني القوانين المرتبطه بالمنافسه والاسعار وحمايه المستهلك.